اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. تمت الوفود بالوفد الأخير وهو وفد النقع، وكانت الحياة النبوية حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاربت على الانتهاء، وكان قد بذل جهده كله فيما أعطاه الله تعالى من قوة وإرادة وتوجه للعمل الصالح في دعوة الناس إلى دين الله، وقد أثمرت جهوده وأينعت من فضل الله تعالى عليه بما لم تثمر على نبي قبله قط. كما أنه من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن هذه الوفود التي قدمت المدينة ورأته ونظرت إليه كانت من بعده رسل خير إلى من كان حولها وقبلها من القبائل، لكن كثيرا ممن لم يفد ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه لم يكن له ذلك الحظ الطيب من الخير. فهذه الوفود التي سقنا كثيرا منها كان الذي يقدم منها في الأغلب الأعم يتأثر بهذه الشخصية التي آتاه الله تعالى إياها، فبمجرد أن ينظر إليه ويتوجه إليه يتوقع أو ينزل الإيمان في قلبه ويغرس فيه غرسا، إلا ما قل أو ندر ممن ارتد بعد ذلك عن الإسلام كانوا قلة ممن وفد، وأما الذين ارتدوا فكان كثير منهم ممن وصلتهم الأخبار ممن جاء من الوفود إلى المدينة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. لذلك فإن هذه الرؤية لها ما لها، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ولمن رأى من رأى من رأى، طوبى لمن رآني وآمن بي، ولمن رأى من رآني وآمن بي، ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي طوبى لهم وحسن مآب. ذلك فضل عظيم. بعض الأعراب الذين لم يشهدوا هذه الشخصية الكاملة النبوية المحمدية تأثر في نفسه، وبسبب جلافته وبعده عن الخير لم يلتزم به بعد الوفاة النبوية. وقد أنزل الله تعالى في بعض هؤلاء: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ولكن ليس كلهم. لذلك أنزل الله تعالى أيضا: ومن الأعراب من يؤمن بالله. فإذا ليس كل الأعراب. كان لأثر هذه القدومات على المدينة أن الجزيرة العربية كلها قد دانت بالإسلام، ولم يبق إلا مناطق يسيرة وقبائل قليلة وأفراد عديدة لم يظهر نور الإيمان في قلوبهم بعد، لكنهم ما عادوا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. ثم إن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو فريضة الحج. فمضى لأداء تلك الحجة المشهودة العظيمة، حجة الوداع، الحجة التي كان بها ختم حياته الشريفة. هل كان قبلها قد حج صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أهل العلم في ذلك أقوالا عديدة. في مدة مقامه بأرض مكة كان يحج، ولكن لم يكن الحج فريضة حينها. قال: كيف يعني لم تنزل فضيلته؟ وإنما كان يحج من تلقاء نفسه، لأن هذه الكعبة هي قبلته، فكان يطوف ويسعى على ما أثر عنده من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولكن هل افترض الحج؟ لا.
أهل العلم اختلفوا في السنة التي فرض فيها الحج، ليس هذا بكبير فائدة لكن من باب الذكر. بعضهم قال في السنة السادسة من الهجرة، ونحن نقول إنما أدى تلك الفرائض أثناء مقامه بمكة وليس الآن. إذا أثناء مقامه لم تفترض قطعا السنة السادسة للهجرة أو السابعة، حتى أن بعض أهل العلم قال لم تفترض إلا في السنة التاسعة أو في العاشرة حتى، وإنما كان ذهاب أبي بكر، لمن سيستذكر قصص السيرة فيما حدثتكم، وإنما كان ذهاب أبي بكر لأداء الحج على قول من قال إنها فرضت في السنة العاشرة أداء وتبيانا وإظهارا لأن هذه الشعيرة مطلوبة لكن قبل فرضيتها، هذا على هذه الأقوال. وأما من قال فرضت في السنة السادسة فقد انتهى الإشكال. في السنة العاشرة في شهر ذي القعدة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من أحياء العرب وإلى الناس جميعا يعلمهم أنه سيخرج لأداء فريضة الحج في هذا العام، فاجتمع لذلك بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أداءه للمناسك ويجتمع به ويسمع بقوله وكلامه في أثناء هذه أستغفر الله في أثناء هذه الحجة الطيبة العظيمة. اعذروني أحبتي فأنا منذ أيام في صوتي شيء. بسم الله. من أعظم الأحاديث التي وردت في تفصيل وبيان حجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، هو حديث جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الأنصاري الشهير الذي مررنا كثيرا على أحواله وقصته. هذا الرجل الصالح عاش زمنا طويلا حتى جاوز 90. في أواخر حياته جاءه يوما جماعة ممن يريدون التعلم منه، فيهم ما الرجل الصالح الفاضل جعفر الصادق رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو المشهور من آل البيت المشاهير. جعفر الصادق هذا ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. هذه سلسلة طيبة طاهرة، فضلاء وكرماء رحمهم الله تعالى ورضي عنه. أو جاءه نعم والده محمد الباقر. محمد من باب الذكر يا أيها الإخوة، قد تسمعون هذه الألقاب وكثير من الناس يقول إيش يعني جعفر الصادق محمد باقر الصادق، لأنه كان مشهورا بسبطه رحمه الله ورضي عنه. محمد الباقر والده أو لقب بالباقر لأنه كان عالما جليلا، فلشدة حرصه على العلم قالوا هذا بقر بطن العلم، يعني تمحص وتفكر ووصل إلى أطراف العلم كما يبقرون بطن الإنسان ليستخرجوا شيئا أو يعني يعينوه بجراحة أو ما إلى ذلك. فهذا الرجل كأنه شق العلم حتى وصل إلى داخله. محمد الباقر هذا كما قلنا أبوه علي زين العابدين رحمه الله، جده الصحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه. محمد الباقر هذا إذن ليس صحابيا. أبوه أيضا علي زين العابدين ليس صحابيا. جده الحسين رضي الله تعالى عنه صحابي لكنه من صغار الصحابة سنا لا قدرا سنا رضي الله عنه. تذكرون قلت لكم مرة أنه لما توفي سيدنا رسول الله كم كان عمر الحسين؟ من يذكر؟ نعم 6 سنوات وكسر. وأخوه الحسن 7 سنوات وشيء، بينهما سنة، يعني كلاهما كانا صغيرين جدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحسن في السابعة والنصف تقريبا من عمره، والحسين أصغر منه بسنة تقريبا في السادسة والنصف. محمد الباقر هذا كما قلنا ليس بصحابي، أدرك بعض الصحابة فهو تابعي، أدرك من عمر من الصحابة كسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فجاء إليه يوما محمد الباقر ومعه جماعة يطلبون العلم، كما قلت هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. فدخلوا إليه، كان سيدنا جابر في أواخر حياته رضي الله عنه قد كف بصره، فسأل من القوم، من أنت؟ فيقول أنا فلان بن فلان، من أنت؟ أنا فلان بن فلان، من أنت؟ إلى أن جاء الدور إلى محمد الباقر رحمه الله، فقال أنا محمد الباقر، لم يقل الباقر، قال أنا محمد بن علي، قال ابن علي ابن الحسين ابن علي، قال نعم، فقال وجعل يتلمس رضي الله تعالى عنه حتى وصل إليه، فوضع يده على رأسه ثم حل له زره الأعلى، ثم وضع يده على صدره يلتمس البركة من هذا الرجل الصالح الذي هو من نسل سيدنا رسول الله. قال مرحبا بك يا بني. طبعا سيدنا جابر في عمر جده أو أكبر من جده، جده كما قلنا الحسين، سيدنا جابر تقريبا من عمر علي رضي الله عنه، يعني من عمر أبي جده لهذا الشاب. فقال مرحبا بك يا ولد، سل. فجعل يسأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع لله. حديثه هذا في صحيح مسلم من أطول الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم ومن أشرف هذه الأحاديث. سأله عن ذلك فقال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين وعقد بيده هكذا تسعا لم يحج. فلما كان العام العاشر، كما قلت لكم سيدنا جابر قد أضر ببصره، فلما كان العام العاشر هكذا يشير بيديه أعلم الناس أنه يريد الحج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج بهم لخمس بقين من ذي القعدة، في خمس بقين وفي خمس مضين. إذا خمس مضين من ذي القعدة يعني لسه خمسة ذي القعدة، في 25 يوم للخلاص. أما خمس بقين من ذي القعدة يعني الآن في في 25 من ذي القعدة، بقي له خمسة أيام لينقضي. قال فخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وخرج معه الناس. طبعا الحديث طويل، أنا أجتزئ منه فقط مواضع معينة. قال وخرج معه الناس، يقول جابر رضي الله تعالى عنه من جملة ما يرويه في هذا الحديث، قال فلما ركب راحلته أهل صلى الله عليه وسلم، أهل يعني بدأ بالتلبية، نويت الإحرام لله تعالى بالحج أو بالعمرة كذا، نوى النية ثم بدأ بالتلبية، هذا يسمى الإهلال. قال أهل، كان الذي أهل به أن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما يزيد على هذا. في الجاهلية وهذا من عجائب أمرهم كانوا يقولون كلاما مجتزئا من هذا، ماذا يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه هو ما ملك. هذا من عجائب كفرهم وضلالهم والعياذ بالله، كما قال الله حكى لنا سبحانه وتعالى عنهم عن الأصنام حينما قالوا عنها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تعبدونهم ليقربوكم عجبا ولكن الجاهل جاهل والضال ضال والعياذ بالله تعالى. قال فكانوا لما يقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم رسول الله لأهل الجاهلية قد يعني وقفوا حاجة كويس ممتاز،
لبيك لا شريك لك، هذا الذي أريده، لا تشركوا مع الله أحدا. لكنهم لا يستمعون ويقولون إلا شريكا هو لك، لعله هبل أو منات أو كذا، إلا شريكا هو لك. ورغم ذلك هذا الشريك أنت تملكه وما ملك. طيب كيف شريك؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شريك والله يملكه وما ملك لهذا الشريك وهو شريك، كيف يكون؟ عجبا. إذا قديما لما كان هناك عبيد كانوا يقولون كلمة لطيفة، كانوا يقولون العبد وما ملكت يداه. بعض الناس يقولون لسيداه، وهذا لا يصح في اللغة قطعا. سيداه يعني اثنين. إذا قلت لسيدي والعبد ملك لواحد فكله خطأ. لمن؟ لمولاه. العبد وما ملكت يداه لمولاه، يقصد بها من الناحية الأعم لمولاه لله سبحانه وتعالى، ومن ناحية خاصة الجزئية المحدودة للذي يملكه من البشر يبيعه ويشتري. نعم. قال فكان يقول لهم قد لا يرعون عن ضلالهم ويقولون لبى هو فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول جابر في الحديث قال وأهل ثم أهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم تلبيته. ما الذي جرى؟ الذي جرى بعض الصحابة يهل بهذه التلبية ويزيد عليها، فيقول مثلا لبيك اللهم حقا حقا تعبدا ورقا، كلام طيب لطيف، لكن ما قاله رسول الله، من الذي قاله؟ بعض الصحابة. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني يقولون هذا الكلام ويزيدونهم أنواعا من الإهلال والتلبية، يقولونها من عند أنفسهم اجتهادا منهم. ورد عن سيدنا عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره يقول لبيك لا شريك لك والرغباء إليك والعمل، الرغباء يعني رغبتي إليك يا رب أن تغفر لي، والعمل أسوقه إليك لا أشرك به معك أحدا في عملي. هل قال لهم رسول الله أنتم ابتدعتم في الدين ما لم يأذن به الله؟ ماذا يقول الحديث؟ قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله عليهم شيئا. ما قال اسكتوا. لمن؟ لأن ما في إهلالهم لا يخالف شرع الله ولا يخالف توحيد الله ولا يخالف شيئا أذن به الله سبحانه وتعالى. لكن قال ولزم رسول الله تلبيته. قال أهل العلم إذا يجوز أن نزيد في بعض أنواع العمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط ألا نعتقد أن ما نزيده أفضل مما عمله رسول الله. يعني مثلا أخي أنا ما أحفظ الأدعية النبوية، أنا إنسان بسيط ما أحفظ ما ورد من الأدعية مثلا في الصلاة، اللهم إني أعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذه أدعية مسنونة ورد بعضها في الصحاح، أنا ما أحفظ يا أخي أنا إنسان بسيط، فقلت اللهم ارحمني اللهم استرني اللهم اجبرني، هل يصح هذا؟ نعم يا أخي يصح هذا، يصح هذا ولا حرج فيه ولا حرج فيه، لكن إن سألتني هذا الأفضل قطعا لا، ما ورد عن رسول الله هو الأفضل. فإن اعتقدت أن ما تدعو به أو يخطر في بالك هو الأفضل فقد وصلت إلى ضلال بعيد، ذاك أمر آخر. أما أن أحجر على الناس فأقول لهم لا إلا ما ورد وكل وأي شيء لم يرد فهو حرام وهو ضلالة وكل ضلالة في النار، تلك مصيبة. هذا هي مسألة تحتاج إلى بيان طويل وليس موضعها هذا، ولكن أذكركم
فيما مضى في أوائل رمضان حينما سكت لكم قصة صلاة التراويح وتفصيلا عنها، لما جمع الناس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عليها، ماذا قال لهم؟ نعمتي، ذكروني، نعمتي البدعة هذه، في صحيح البخاري. قال ليش قال لهم ذلك؟ ما يفعله بدعة؟ تذكرون أن رسول الله بعد 3 أيام ما عاد يصلي بهم جماعة بصلاة التراويح، ما عاد يصلي جماعة. أنا فصلت هذا لكن إن نسيتم ليس ذنبي، ذنبكم أنتم. نعم، ما عاد يصلي بهم ومضى الأمر وتوفي رسول الله على ذلك، تولى خلافة أبو بكر والناس يصلون أفرادا التراويح لا يجمعون فيها، إلى أن كان زمان سيدنا عمر، أن أختصر جدا، جمعهم على إمام واحد ومر فرآهم جميعا يصلون مقتدين بإمام واحد في صلاة التراويح، فقال في صحيح البخاري: نعمة البدعة هذه. إذن في شيء في الدنيا اسمه نعمة البدعة، يعني في شيء اسمه بدعة حسنة، يوجد شيء، ليس كلامي، كلام عملاق الإسلام عمر، وإلا كان ضالا، وإلا ضل منه، أو كنا أفقه منه لعله كذلك. نعمة البدعة هذه ما لا يخالف أصل الشرع فلا حرج فيه، وإن لم يكن الأفضل. أعود فأقول، مثلا إنسان وقف فقال سأذكر الله واقفا، أذكر الله واقفا، جلس على الكرسي سأذكر الله جالسا، أجلس، سأذكر الله وأنا منضجع على وسادتي، أذكر الله. يا أخي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال لا، ما ورد أن رسول الله وقف هكذا واتجه مثلا إلى القبلة وذكر الله، من قال لك؟ طيب فرضنا ما ورد، ما الدليل على تحريم هذا؟ مثلا ما الدليل؟ من أين تبدع هذا الإنسان؟ سيأتي لك بأشياء كثيرة. المهم قلت أنه ليس موضعها الآن، وليس يعني وليست التفصيلات الآن مجالا، هناك مجال واسع لبيانها، لعله يأتي في موضع آخر. قال: وأهل الناس بهذا الذي يقلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولزم تلبيته، استمر على ما يقوله. يقول جابر: ثم نظرت إلى مد بصري، طلع يمين طلع يسار، نظرت إلى مد بصري، قال: فإذا بين يديه من راكب وماش وكذا، ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. قال: إيش يقصد سيدنا جابر؟ كأنه يقول: أنا أبلغ ذرى السماء بهذا الذي أكرمت به مع هؤلاء الذين حضروا هذا المكان، نلت ما لم ينله أحد من الناس إلا الذين حضروا مثلي. ماذا يقول؟ أعيد. قال: فنظرت إلى مد بصري ما بين راكب بين يديه وماش، الناس مجتمعون يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، إذا احتجنا نسأله فيبين لنا، وما عمل به من شيء عملنا به، فما الذي بعد ذلك نطلبه؟ بلغوا قمة المجد الذي يطمح إليه كل إنسان. قال: ثم مضى بهم صلى الله عليه وسلم، طبعا لن أسوق تفصيل الحديث، حتى إذا اقترب من مكة المكرمة دخلها من الثنية العليا التي تسمى كداء، وهي التي دخل بها منها يوم فتح مكة: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، كما قال حسان، فدخلها أيضا في يوم حجة الوداع من هذا المكان. كم كان معه من الحجاج؟ ذكر أهل العلم أقوالا، ذكر بعضهم 90,000، وذكر بعضهم 100,000، وبعضهم 124,000، وبعضهم 144,000.
هم صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كلهم؟ نعم، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه مؤمنا به وهو مميز، قلت لكم سن التمييز عند أكثر أهل العلم 5 سنوات، وهو مميز مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي. في غيرهم؟ هناك غيرهم، نعم، هناك أناس لم يشهدوا هذه الحجة، بقوا في أماكنهم البعيدة أو كذا. فإذا الصحابة يقاربون 150,000 إنسان رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين حملوا على كواهلهم رضوان الله عليهم تبليغ هذا الدين الحنيف إلى أصطاع الأرض في الفتوح التي جرت في زمان سيدنا أبي بكر وعمر ومن بعدهما رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم خيرا. هؤلاء الكرام هم الذين نالوا هذه الحظوة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هؤلاء هم عظماء هذه الأمة. دخلوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، فلما رأى البيت الحرام قال كما يرويه الطبراني: اللهم زد هذا البيت مهابة وتعظيما وتشريفا وتمكينا. ثم إذا اقترب منه بدأ يطوف به صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.